وأبشر الشباب في مصرنا الحبيبة جميعا، أبشر جميع شباب هذا الوطن بأن الجامعة الآن رئيس الجامعة مع سيادة اللواء خالد رودة محافظ جنوب سيناء تم تخصيص 100 فدان أصبحت الآن في حوزة جامعة السويس. والآن وأنا أتحدث إليكم السور يبنى، والآن وأنا معكم عقل وفكر الجامعة وعقل رئيسها يفكر في إنشاء كليات جديدة. وأنا كما أشرت أن إحنا عندنا مشروع كليات كثيرة مثل كلية التربية والآداب والألسن والهندسة والزراعة.